السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم ماجد الزعابي. توصلني كثير اسئله من انستغرام، استاذ ماجد شنو احسن ترايبود، شنو احسن جنطه، شنو احسن درون؟ وانا اقول لكم احسن شيء ان عندنا اي بي وورد، كل شيء تحت سقف واحد. راح نجاوب في هذه السلسله عن هذه الاسئله، حياكم معي داخل المبنى. مع عالم الدرون، اذا ما بلشت درون انت فاتك الكثير من المتعه. الدرون دائما يسمونها البيرد اي او عين الطائر، دائما تشوف فيها زوايا جدا جميله من فوق، فاحرص انك تبدا بالدرون حتى لو كانت اقل درون موجوده عندك. دائما يجي السؤال شنو احسن درون حق السفر وشنو احسن درون حق الحظر اللي انت تكون موجود في ديفل. خلونا نتكلم عنهم باختصار. اول ما تبي تبلش درون انصحك في دي جي اي ميني 2. ليش؟ لانها ما تخضع حق القوانين اللي يقول لك لازم يكون وزن الطياره 250 جرام، هني تبدا القوانين الخاصه بامريكا. فهذه 249 سووها تخصيصا انك تطيرها بدون ما تخضع للقوانين الدوليه. رقم اثنين، سعرها يكون تقريبا اقل سعر، يعني انت ما يصير انك تاخذ طياره ب 500 وتدعم فيها تجيب فيها العيد وانت قاعد 500 دينار، لا، ابدا بشيء يكون بسيط. اللي بروحها تكون بس بادي بدون الكومبو تكون تقريبا 130 دينار، بس دائما انا انصح يكون عندك الكومبو، يكون فول ست، راح تلقى معاه ثلاث بطاريات، راح تلقى معاه الريموت وباقي الاشياء، فانا دائما انصح فيها حق اللي يبي يبدا وحق السفر. رقم اثنين، انصح بالدي جي اي اير 2S، ممتازة جدا، كاميرتها ممتازة جدا، كل شيء فيها حلو حق السكند، حق ثاني خطوة انت تبي تخطوها في عالم الدرون. ممتازة جدا حق السفر، خذيتها معي اكثر من مرة ولا غلطة، هذه الدرون وايد قوية حق السفر وحق الاماكن، حتى لو تصور داخل المنطقة اللي عندك، اهم شيء انت تتأكد انك قاعد تصور في مكان يسمح لك انك تطير هذه الطيارة. عروسة دي جي اي مابيك 2 برو استخدمها من فترة، من افضل الدرون صراحه، تحمل وحق الرياح ممتازه، الكاميرا هذا البلاد ولا غلطه صراحه. اللي يحس انه هو يبي شيء بروفيشنال على طول يروح حق هذا الخيار، يمكن شوي كبيره حق السفر، ولكن اذا الدوله تسمح انك تسافر وتاخذ هذه الطياره انصحك انك تاخذها لان نتائجها خياليه. اهم اربع نصايح راح اقول لك اياها عن الدرون. رقم واحد، إذا سافرت مع الدرون الريموت لازم يكون في جنطة الشحن، ودائما اقرأ القوانين الخاصة في شركات الطيران. رقم اثنين، البطاريات لازم تكون معك، لا تخليها في جنطة الشحن لأن احتمال يبطلون الجنطة وينادونك ويقول لك شيل هذه البطاريات. رقم ثلاثة، تأكد دائما أنك أنت تحدث الطيارة على السوفتوير الأخير اللي فيها. رقم أربعة، قبل أتصور خطط حق الصورة، أنا دائما أدخل على جوجل ماب وأشوف المنطقة اللي أنا بصور فيها كيف صايرة التضاريس، ممكن حتى الوقت يفرق معاك لما تروح في مكان في ظل حق المباني، فتخيل انك تروح الساعه 2 الساعه 3، فدائما خطط حق الصوره وان شاء الله تطلع بصور عالميه. بالتوفيق لكم جميعا. اكتب لنا بالتعليقات اذا كان عندك درون شنو نوع هذا الدرون، واذا كنت ناوي تشتري درون شنو راح تكون هالدرون، وهل الدرون مسموح في بلدك ولا لا. يعطيكم العافيه.